اكتست أهمية بالغة للفريقين الساورة من أجل التأكيد والأربعاء المتطلع لتضميد الجراح وتجاوز كبوته. أما البداية فكانت لأصحاب الدار بتسديدة الأقرع التي مرت فوق المرمى، ثم انطلاقة زايدي على الجهة اليمنى والدفاع يتصدى بصعوبة. زايدي كان نجم الشوط الأول وكاد أن يفتتح النتيجة لولا العارضة التي تعاطفت هنا مع حارس الأمل مرباحة. الفرص المهدورة توالت، تبادل كروي بين جاليت وزيري وتسديدة الأخير انبر لها مرباحة. الدقيقة 28 جاءت بالجديد للساورة، زايدي حمزة يستغل خروجا خاطئا من حارس الأمل ويسجل أول أهداف المباراة، هدف أسعد الجماهير الحاضرة في الملعب. وما لم يتوقعه الساورة في آخر دقيقة من هذا الشوط حدث. خلافا لمجريات اللعب، جيزلان ينفرد بجميلي ويمضي هدف التعادل، انتهت على وقعه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية واصل فيها شبيبة الساورة بسط سيطرته، زايدي يسدد بقوة لكن كرته مرت دون خطر، وهنا شرشار كاد أن يباغث مرماه بنيران صديقة، وكاد مزيان من جانب الأربعاء أن يباغث لولا تصدي جميلي، ورد عليه بابيدي الذي جرب حظه عبر التسديد عند الدقيقة 64. ضغط الساورة كاد أن يثمر هدفا ثانيا برأسية جاليت التي مرت وسط تكتل